من ضمن اهم الاخبار اللي اتكتبت عن النادي الاهلي في المواقع النهارده وهو ان هيبقى في محاضره بالفيديو للاعبي الاهلي في معسكر الاسكندريه. احنا عارفين النادي الاهلي متواجد طبعا في برج العرب بيستعد لمباراه فيتا كلوبا، وكده كده النادي الاهلي كان متواجد قبل مباراه سموحه بيوم، فبالتالي كان في قرار من الجهاز الفني بالاستمرار في الاسكندريه حتى ميعاد مباراه فيتا كلوب يوم السبت القادم. بالتالي النهارده النادي الاهلي في معسكر مهم جدا، المران الرئيسي بالنسبه للفريق كمان النهارده، مران هيكون هام جدا جدا جدا، من خلاله مستر لاسيرتي هيضع يده على التشكيل الانسب والاقرب لقياده فريق النادي الاهلي خلال مباراه فيتا كلوب. وكمان هيكون في محاضرات عديده مش محاضره واحده بس بالنسبه للاعبين من قبل مستر مارتن لاسيرتي للحديث على نقاط القوه والضعف بالنسبه لفريق فيتا كلوب، وده اكيد ده شيء مهم جدا، وان شاء الله الفريق بشكل كامل يكون موفق في هذه العقبه ويقدر يتخطاها ويقدر يفوز ان شاء الله على فريق فيتا كلوب الكونغولي.